معي عبر الهاتف مشاهدينا السيد عمر زرموح الخبير الاقتصادي. سيد عمر حياك الله. مساء الخير، اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. حياك الله. في البداية سيد عمر، يعني المواطنين دائما يتساءلون، ليس هذا أول اعتماد مستندي أو حتى توريد عن طريق الاعتمادات يمنحها المصرف المركزي دون أن يرى له أثر في السوق الليبي؟ برأيك إلى من ترجع المشكلة في هذا الأمر؟ هل هو لوزارتي الاقتصاد والمالية أم المصرف المركزي أم الجهات الرقابية؟ إذا سمحت، هو ورد في الخبر الذي قبل هذا التقرير أن هناك هيئة الرقابة الإدارية تتابع هذا الموضوع، فلا أدري على وجه التحديد يعني إلى أين وصلوا وماذا فعلوا، لكن وفقا للتقرير أن هناك اعتمادات مليون ولم ترى أو ولم يعني نجد في السوق أثارها. تلك مشكلة كبيرة إن حصلت الحقيقة، إن حصلت من جانبي لا أستغرب، لأن المشكلة في ليبيا معروفة، يعني المشكلة وجود سعرين للصرف. إذا تعدت أسعار الصرف فلابد من وجود سوق سوداء، وجود فساد مالي كبير، وبالتالي عندما نريد أن نرجع المشكلة إلى السياسة الاقتصادية الفعلية الآن القائمة، بصرف النظر عن من اتخذها يعني كل واحد يعرف من اتخذ مثل هذه السياسات. السياسة الاقتصادية الخاطئة هي أن تعتمد سعرين للعملة الأجنبية عندك، للدولار ما تكون فيه سعرين، سعر رسمي ب 1.4 والله الآن انخفض إلى 1.36، وسعر السوق الموازي 8 دينار و8 وربع و8 ونص ومن هذا النوع، يعني أضعاف مضاعفة. لماذا تتوقع من سياسة من هذا النوع؟ لماذا ستجني كل الفساد الإداري والتهريب والفساد المالي والرشاوي وكل المشاكل هذه. طيب سيد عمر، من ذلك ربما إذا سمحت يحد من ذلك وجود جهات رقابية، لكن الحقيقة ما نعرفه عن الإدارة الليبية إدارة ضعيفة جدا وغير قادرة على الرقابة، وإذا استطاعت أن تضبط حالة فأعتقد ستكون حالة من ربما من ألف حالة ضاعت ولم تضبط. ولذلك فالحل الصحيح لهذه الإشكالية هو توحيد سعر الصرف، بل إن يقولوا من الخطأ الشنيع والخطأ الجسيم السماح بتعدد سعر الصرف منذ البداية. ما كان ينبغي أن يسمح بتعدد سعر الصرف. هذه بديهيات اقتصادية. كيف يعني حتى يفهم السادة المشاهدين سيد عمر، يعني كيف تعدد سعر الصرف؟ هل تقصد وجود سوق موازي؟ نعم هو في سعر. طيب السوق الموازي هو دليل على وجود سعر رسمي وسعر موازي. طيب هذا دليل على وجود فساد مالي اما في الأجهزة الوزارية واما في مصرف ليبيا المركزي، والا من اين يتحصل تجار العملة على العملة الصعبة؟ هي بالتأكيد، يعني هي الفكرة واضحة، احنا تكلمنا عليها وكتبنا فيها الكثير والكثير، يعني ما كيف يتحصلون على العملة الصعبة؟ ما المشكلة في ذلك؟ يعني لما انت تفتح اعتماد بسعر صرف 1.4 مثلا، يجيبوا لك فاتورة مزورة، لن تستطيع ان تحقق من صحة الفاتورة بسعر 150 والحقيقة هي بسعر 100، يجيب لك بسعر 150 وال 50 ياخذها هو في حسابه برا، وبعدين يقدر يدخلها والله يقدر حتى يبيعها في الخارج، ممكن ما تدخلش. طيب ما تعبرش في حدود، يعني في هذه الحالة عندنا يعني عدة حالات يعني نعرفوها دارسينها دراسة، يعني الأمور هذه لا نمارسها ولكننا ندرسها ونعرفها يعني. طيب هناك حل آخر، يعني يتساءل المواطنين لماذا يتم تسليم رقابهم في موسم عيد الأضحى إلى التجار؟ لماذا طالما أن الدولة أرادت أن تدفع 100 مليون دولار وتستفيد منها، لماذا لم تدفعها هي
وتستورد هي المواشي وتبيعها للمواطنين بالسعر الذي تراه مناسب، يعني شيء طبيعي لن يكون بدون هامش ربح حتى ينبعته الدولة. أخي الكريم، دون توجيه الاتهام لشخص أو لجهة معينة، أنا أعتقد أن البشر هم البشر، سواء كانوا قطاعا عاما أم قطاعا خاصا. فوجود الإشكالية ليست في من يستورد، الإشكالية في وجود سعرين. طالما وجود سعرين، أنا لا أستطيع أن أقول أن إذا تولى عملية الاستيراد القطاع العام وليس القطاع الخاص ستكون الأمور على أحسن ما يرام. على الإطلاق هذا لن يحصل، وستتكرر نفس المشكلة. المشكلة في لابد من توحيد الحل، لابد من توحيد سعر الصرف. المشكلة في وجود تعدد أسعار الصرف، هذه هي المشكلة ببساطة شديدة، وتناولناها كما قلت لك في العديد من الكتابات والعديد من الندوات وورش العمل وفي العديد من المداخلات من هذا النوع، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب سيد عمر، أريد أن أسألك سؤال له علاقة بموضوع سعر الصرف هذا، حتى وإن تبعدنا قليلا عن موضوع عيد الأضحى، ولكن الموضوع مرتبط ببعضه. في حال ما تم زيادة سعر الصرف في مصرف ليبيا المركزي، السعر الرسمي في الدولة، ما الذي يمنع تجار السوق الموازي من تثبيت هامش أرباحهم مثل المرة السابقة وزيادة سعر الصرف في السوق السوداء مرة أخرى، ربما حتى قد يتخطى 20 دينار إذا كان حاليا بثمانية دنانير؟ لا، هو الأمر ليس كذلك على الإطلاق، يعني هذا لن يحصل. لماذا؟ هي قضية، لأن المصرف المركزي يستطيع أن يضع السعر الذي يموله القادر على تمويله. أما أن هو يضع سعر وسط مثلا ويترك الأمور هيك يتفرج، لا، ليست هذه السياسة التي ندعو لها. احنا ندعو إلى أن سعر الصرف الرسمي بوحدات حقوق السحب الخاصة يبقى كما هو، لا يتغير حاليا. لا يوجد أي دليل على أن العملة الليبية يجب أن هي تنخفض. هي الإشكالية هناك سياسات نقدية اتخذت خاطئة، سياسات خاطئة مثل زيادة الإصدار النقدي. زيادة الإصدار النقدي لحل مشكلة السيولة، لا تحل مشكلة السيولة بإصدارات نقدية جديدة، تحل بإعطاء المصارف التجارية يعني القدرة على ممارسة وظائفها الرئيسية المعروفة، ومن أهمها فتح الاعتمادات. الآن المصارف التجارية غير قادرة على ممارسة وظائفها الرئيسية هذه، ولذلك فماذا يفعل التجار؟ أخذوا النقد الأجنبي بالعملة الصعبة، أخذوها من السوق الموازية واشتروا بها من خارج المصارف، وأتوا بالبضائع وسعروها بأسعار غالية، فارتفعت الأسعار وحصل التضخم. نعم. أين وظائف المصارف؟ نحن في بلد الآن، صرنا في بلد كأننا في بلد من غير مصارف، يعني نعم. يعني بين الحين والآخر يتكرموا علينا بفتح اعتماد ب100 مليون ولا بمليون ولا والله حتى بمليار. هذه لا شيء نعم. نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لاحتياجات السوق المحلي الذي نعم. يعتمد على الاستيراد بطريقة كبيرة. الموضوع نعم. يعني يحتاج إلى تفاصيل، وإذا يعني استطعنا ربما في فرصة أخرى نعم ربما نناقش موضوع هذه الأزمة باستفاضة في أحد برامج القناة. أشكرك جزيل الشكر سيد عمر زرموح الخبير الاقتصادي. أكد